أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة تعز في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ شوقي أحمد هائل نتائج أعمال حصر الأضرار المقدم من وزارة الأشغال العامة والمتعلقة بالمباني والمنشآت العامة والخاصة والناتجة عن أحداث العام 2011. وكانت الهيئة الإدارية قد وقفت في اجتماعها اليوم أمام المواضيع المتعلقة بعمل مكتب التربية وإنشاء محطة خاصة بالطيور المهاجرة والمهددة في منطقة باب المندب، بالإضافة إلى دعم صندوق النظافة والتحسين. كما استعرض الاجتماع تقرير البحث الجنائي حول حريق مركز التحرير التجاري.